قال الله عز وجل في القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك آيات كثيرة جدا. وأحيانا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وأحيانا يعلم الصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أتدرون من المفلس؟ هذا سؤال، وهذا من أساليب التعليم، وهذا مما ترسخ به المعلومة. الليلة الزول لو سألوا سؤال وجاوب الإجابة الصحيحة فسوف تبقى هذه الإجابة في ذهنه وفي عقله، لا ينساها بسهولة. عشان كده مرات تلقى واحد طالب يقول لك: والله زمان في أستاذ سألني وجاوبت صح وأداني هدية. إذا سأل الإنسان، إذا سئل وأجاب، أو إذا سئل وأجاب، فهذا مما يجعل المعلومة راسخة. طيب، وفي هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث جبريل الطويل أيضا فيه من الأسئلة ما فيه: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ ما هو الأديان كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى لا يقبل منها سوى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحنيفية هي دين الأنبياء جميعا، والأحنف أو الحنيف هو المعرض عن كل ما سوى الله. لذلك مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: حنفاء لله غير مشركين به. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيفية في هذا الحديث أي التوحيد، الحنيفية أي التوحيد، وهذا أساس الأعمال وأسها. ولا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد عملا من غير توحيد. والله الإنسان لو عبد الله تبارك وتعالى 1000 عام وسجد منذ أن ولدته أمه إلى أن أدركه الموت ساجدا لله، ولكن كان له خلل في العقيدة، فهذا لن يغني عنه من الله شيئا. لقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى أيضا، قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أو أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو تركته للذي أشرك في رواية. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم من العبادات التي يبتغى بها وجه الله. ونكون واضحين ونكون صريحين لأبعد حد، العبادات كثيرة جدا، من أعظم هذه العبادات عبادة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء عبادة عظيمة ينبغي لكل مسلم عاقل أن يصرفها لله تبارك وتعالى. والمغبون الخاسر من صرف هذه العبادة لغير الله.
وشوف أنا الكلام ده وركزت على هذه العبادة لانتشار ضدها في هذه البلاد. دعاء غير الله عز وجل منتشر في بلدنا دي بالذات، وبالقصائد وفي الأشعار وفي المدايح. بعض الناس ما يعرف ده شنو، بس عاجبه الموسيقى واللحن، لكن الكلام اللي بيتقال جوا ما بيعرف. عشان كده راج هذا الشرك وتعاطاه كثير من الناس لجهلهم بهذه العبادة العظيمة، وهو دعاء غير الله عز وجل. ونمسك على سبيل المثال، يقول قائلهم في كتابه رياض الجنة ونور الدجنة في مدح إسماعيل الولي، قال هذا الرجل: إن ناب خضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وهذا يأمرك إذا ألمت بك مصيبة يا عبد الله بأن تدعو غير الله، أي أمرك بأن تشرك بالله تبارك وتعالى. ومن المفارقات ومن العجائب أن إسماعيل نفسه هدى سقطت، يعني القبة التي شيدت على قبره، ما هو ده قال ينادوه في المصائب. ما هو انت لما تمشي لك لزول يقول لك يا اخي اسمع موضوعك ده، امشي للمسؤول الفلاني ده بيقضي لك، تمشي للمسؤول الفلاني يشوتوا المسؤول ويشوتوك انت معاه ذاته، ما عنده اي حاجه، معناته شنو صلاحيته شنو منتهيه. طيب اسماعيل الولي قال ينادوه في الشدائد، القبه حقته ما قدر يثبتها. طيب اذا جات مصيبه في البلد عامه يثبتها كيف يا ناس؟ وقبلها بسنتين ولا ثلاثه الزول الحابس القبه ذاته، الزول الحابس القبه واحد لما فيه ضبح عادين كده، واسماعيل قاعد لا تحرك لا رفس بكراع ولا داوش اللود ولا قام نفخ ولا عمل اي حاجه. اسماعيل لا بيشتغل 200 ما بيشتغل، لانه ربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال لك لا بزيحوا منك بالكليه ولا بحولوا شويه كده منك انت لغيرك. طيب ده ما عاجز وده ما مسكين وضعيف، لكن مع ذلك يصر بعض الناس الا ان يدعو غير الله. الزول ذاته بناديهم في كل قضيه، بناديهم شقاق ومعانده وتكبر على الله، قال بناديهم بس يا زول الله قال نادوني، يقول لا بناديهم في كل قضيه. اكان الملح انتهى قال بنادي الجماعه، بدل يمشي الدكان يجيب له ملح بينه قال بناديهم. الوليه كان ما وضعت بناديهم، السفنجه كانت قطعت بناديهم. يا زول انت بتكاوي في منو؟ والله قال لك ما تنادي غيري، قال لا غيري ده ما عنده حاجه. والنبي عليه الصلاه والسلام اداك بها صريح العباره، قال لك: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. شفت واعلم دي بتخليك مرتاح، لكن في ناس ما دارين يعلموا، والله في ناس ما دارين يعلموا كل. واعلم لو ان الامه اجتمعت كل الامه على ان ينفعوك بشيء. اسمع تلقى الجماعه يقول لك جابوا له طاقم طبي متكامل، الزول ده كتم نفس، طاقم طبي جابوه بعد ما قدر يعمل اي حاجه، بعد ما لا قدروا ينفسوا ولا قدروا يعملوا حاجه، يقول لك والله الزول ده قالوا ميت دماغيا، والطاقم الطبي ما قدر يعمل حاجه، ولو الدوله ده كثرت الدنيا ما يعملوا حاجه، لانه ربنا اذا انزل بعبد ضر لن يرفعه الا هو، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. قال له: اعلم لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، اسقوك جرعه بتاعت مويه ما يقدروا، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، دارين قالوا الزول ده يقتلوا زي ما المشركين ارادوا ان يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، وجمعوا له الشباب الاقوياء الاشداء: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عناء شديدا، والله جت تركب البص
مسافر لدنقلة ولا مسافر على اللبيض ولا مسافر كوستي ولا مسافر سنجة ولا الدمازين، أول حاجة بيجيبوا لك القرآن الكريم وما في إشكال القرآن. بعد شوية يجيبوا لك محاضرة لواحد من المشايخ، ما في إشكال. بعد شوية يجيبوا لك جماعة بناديهم ميت أو حي، بناديهم يقوم يا أخي ناديهم لي أهل الله البيزول البي، يا ناس ده شنو الكلام ده؟ بخالف القرآن القرآن قبل شوية ده في البص السياح. وعشان تقنع الناس إنه الكلام ده باطل، والله ما في زول بيصدقك، ما في زول بيصدقك، لأنه معظم يقول لك أنت بتكره المديح يا مولانا. يا أخي أنا ما بكره المديح، لكن ده شرك، ده ما مديح. بيقول واحد بيقول في قصيدته علامة الطريق، وده عبد الرحيم الزريبة، قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر ياكل كباشي. قال انت كان ده تتوكل بس اتكل شغلتك عليه، المتوكل لأمر ياكل كباشي. وقال لك بدي الأطفال ساي، يوزع ساي كأنها شرائح بتاع الزين. يا زول وشغل حق الله، أنبياء ما قدروا يدوا نفسهم جنة، يجي واحد آخر الزمن يقول لك يا أخي بدو الجنة. والمشكلة العقائد دي بيجيبها في التلفزيون، جابوا في التلفزيون وذاته واتولدوا. قال من كرامات أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي، أول حاجة قال إذا قال للشيء كن فيكون. يا ناس ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ده الله ولا الكباشي؟ وده في التلفزيون بتاع التلفزيون بتاع النيل الازرق. عاملهم الله بعدله، بينشروا الباطل، بينشروا الباطل. محمد المنتصر اللي زيري والخنجر، الخنجر ده كمان شغلته براو. الخنجر قال عندنا شيوخ بينزلوا المطر، والمطر ذاته بيدوك ليه حسب الطلب، داير مطر رشه، دايره بهواء، دايره بشعفوفه، حسب الطلب. وده كلام باطل. والله ابو لهب لو قلت له بينزل المطر منه بيقول لك الله. والخنجر بيكون يعني دكتور، قال دكتور في جامعة درمان الإسلامية. والله يا حسرة على الدال التي وضعت أمامه، والدال دي ما تغتر بها، الدال دي قد يكون دلوكة، قد يكون درويش، قد يكون أي حاجة، ما تغتر بها الدال دي. قالوا المطر ذاته بدوه حسب الطلب، تدفع القروش حواشتك بجاي ينزل فيها المطر، أنت ما دفعت قروش الحواشة ما بتنزل فيها مطر. قال لين فيك وهابي، طبعا الوهابي بيقصد اي زول بيدعو للتوحيد وبيحذر من الشركه بيقول وهابي. ما في وهابي ولا اي حاجه، مسلمين سودانيين 100%، لكن بنحذر من الشرك، عشان كده بيسوا وهابيه وخامسيه. والله ده كله ما بهمنا في شيء، تنبس تشتم الانبياء ما سلموا، باقي لك تسلم انت اخر الزمن. وكل من دعا بدعوه الانبياء له نصيب من الاذى. المهم قال الين فيك وهابي يقول لك ما تسال الله، أهب تسأل الله والله ما بيديك مطر. شوف الزول المجرم ده، قال تسأل الله ما يديك مطر، تمشي للشيوخ يدوك مطر. أبعد هذا الكفر من كفر؟ أبعد هذا الضلال من ضلال؟ ونرد عليه الزول ده، نرد عليه بآيتين. ربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقول الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. دمنه ده الله ولا شيوخ الخنجر يا مسلمين؟ ده الله. والجماعة فاتوا أمريكا، الجماعة فاتوا أمريكا، هناك زمان بيقولوا إنتوا يهود، بيشتمونا إنتوا يهود أتباع مستر هنفر، أسيتوا بقيتوا أتباع مستر أوباما يعني، ولا اسمه منو جديد ده، اسمه منو طرمب، ولا اسمه منو طرمب. المهم اسمه مشوا له هناك، قال اجتمعنا مع البيت الابيض الصف الاول، الكونغرس الصف الاول، الامن العام الصف الاول، ومراكز بحثيه وكنائس. قال وضعنا على مائده النقاش كيف يحارب الارهاب وكيف يحارب التطرف. قال وخرجنا من هو المتطرف، وبيتكلم مع واحد يمني اسمه الجفري، مجرم من المجارمة ومن دعاة الضلال في العالم الإسلامي. والله يدل والله الذي لا إله غيره أضر على المسلمين من اليهود والنصارى.
وشوف ده يبين لك انه عقائد مشابهه. وقال الكونغرس والامريكا كلها طلعت بانه التصوف هو الاسلام المعتدل ينبغي التعاون معه وتبادل المصالح والمنافع. ايوه طوال ربنا قال في القران ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. بيرضوا عنك كما دينك فيه فرقه؟ اليهود امريكا ترضى عنك؟ والله ما رضوا عنك الا لانه دينك عارفين انه دين باطل وعارفين انه دين ما فيه اي ما بشكل اي تاثير على مجتمعاتهم، عشان كده رضوا عنك ونادوك وقربوك. ما ينادوا السلفيين، ما ينادوا اهل السنه والجماعه اتباع النبي عليه الصلاه والسلام الذين يدعون الى التوحيد ويحذرون من الشرك ويدعون الى السنه ويحذرون من البدع، ليه ما نادوهم؟ انت قال نادوك عشان يعني حبا فيك؟ والله دي عارفين انك انت اداه هدم للدين الاسلامي الحقيقي، عشان كده جابوك وقربوك ودعموك وفتحوا لك الدول تأشيرات مفتوحه. البيت الابيض جوا الكونغرس قالوا رضيانين عن الصوفيه. ها تاني بعدها صوفيه؟ تاني ما عندكم معانا اي كلام. والله جد ما اليهود رضيانين عنك، تاني حجتك في شنو؟ يهود والكونغرس والماسونيين رضيانين عنك وقالوا دينك ده دين معتدل ودين 100% ممتاز. ده معناته اكبر دليل على انه دينك باطل. لانه ما رضوا عنك الا انه دينك فيه خلل وفيه باطل. فالحنيفيه السمحه هي التوحيد. والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه. شفت عشت في الدنيا دي تملك خزائن الارض وتملك ما تملك من الاموال وتملك ما تملك من الابناء والذريه، لكن ما عندك توحيد والله تعيش معيشه البهائم. ولا خير في حياه من غير توحيد ولا عقيده. والله يب زول عايش في الدنيا ما عارف ربه الخلقه، ينادي له ميت، ينادي له مقبور، يدعو ميت، معلق له حجاب، معلق له كمون، معلق له ودعه هنا في رقبته عشان تدفع عنه الضر، والله ده افضل منه البهيمه. عشان كده ربنا قال افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. ربنا قال في القران وراك الطريق الحق والطريق المستقيم وان هذا صراطي مستقيما. صراط ربنا التوحيد، وما في حاجه بترفع الامه وبتنفع الامه الا التوحيد. والله جد وما تسمع العلماء، علماء الضلال وعلماء السوء في القنوات وفي الاذاعات يشوهوا في صوره دعاة التوحيد. ودي الشباب متطرفين ودل، وهؤلاء جماعه الاخوان المسلمون. والله صراحه كده وينفروا الناس ويقول لك ديل ما عندهم حكمه. يا اخي طيب تعال ورينا الحكمه في كلام الخنجر ده، هسه ده حكيم؟ ده ما سب لله تبارك وتعالى. انت ليه ما بتغار على دين ربنا؟ لا لا تغار على التوحيد ولا تغار على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده ما فيه خير وما فيهم خير والامه ما بتنتفع بهم ابدا. طلعوا المجتمعات في ثورات وفي فتن وفي بلايا ورزايا عانى منها اهل الاسلام ما عانوا. والله جد الواقع المعاصر ينبئك بان هؤلاء علماء سوء. شوف سوريا دي الحاصل فيها شنو؟ انت قال طلعوا منه؟ ما طلعوا علماء، اطلعوا واخرجوا وحقوقنا وحقوقكم مهضومه وانتم مظلومين ولا بد من تغيير النظام. ها النظام يتغير؟ يتغير الشعب كله ولسه النظام قاعد. انبال الشعب والنظام قاعد. ليبيا، ليبيا دي ما كنيسه ما فيها، كنيسه ما فيها، فيها 17,000 حافظ قران. 17,000 حافظ قران. الان شوفها. والله يد ما تأمن على نفسك ولا تأمن على عرضك ولا على مالك ولا على زوجتك ولا على أهلك. السبب ذهاب الأمن بسبب هذه الثورات. وقالوا ثورات مباركة. في واحد بليد والله ما أنا ما رأيت أبلد منه قال وإن هذه الثورات ثورات مباركة. يا زول أين البركة؟ رأينا بركة من الدماء ولم نرى بركة. يا أخي ثورات مباركة، أشوف على أطفال يذبحون ذبح الشياه، النساء يغتصبن والدور تهدم والأموال تتلف وتسرق وتباد الشعوب. وين البركة؟ وين البركة في هذه الثورات؟ هذه ثورات ماسونية، ثورات عبرية، ثورات يهودية صهيونية لإعادة
تشكيل المجتمعات تشكيلا يوافق أهواء أولئك. عشان كده الحنيفية السمح، الدين المعتدل، التزام بالتوحيد والسنة، الحنيفية التوحيد والسمحة السنة، دي الاثنين شرطين أو هذين الشرطين هما سبب الرئيس أو من أعظم الأسباب التي يعني يترتب عليها قبول العمل ورده، التوحيد والاتباع. زول ما عنده توحيد عمله حابط، زول مبتدع عمله حابط، والمبتدع كتار، المبتدع كتار والله، كتار لا يحصى له ولا عدد. أمسك الطرق الصوفية بأنواعها، الإخوان المسلمين بأجنحتها، جماعة التبليغ وحزب التحرير وحزب النور الماسلفي وغير من الفرق والأحزاب، والشيعة والشيوعية أحزاب، يا زول هو شغلة كثيرة ولا بتنحسب. عشان كده تخليك مسلم، اتبع الكتاب والسنة، ما تنتمي لأي طائفة ولا لطريقة ولا لجماعة ولا لحزب، والله تكون مرتاح، لا في رئيس بيملي عليك أوامر ولا في جهة بتحاسبك، إذا إلا ربنا يحاسبك يوم القيامة. لكن لا عندك رئيس حزب يقول لك الحزب الفلاني عملت أي حاجة بيطلعوك برا الحزب، خليك مسلم يا زول على الكتاب والسنة وحر، وبلغ دين ربنا، عرفت التوحيد بلغ التوحيد. الأمة دي محتاجة توحيد، الأمة السودانية بالذات، الأمة السودانية بالذات بلدنا فيه أكثر من 3000 قبة، أكثر من 3000 قبة تعبد من دون الله، والله الذي لا إله غيره. فواحد هنا بجاء في السوق الشعبي قتل برهاني ده، خشينا جوا يوم الحولية ذات، خشينا جوا قلنا عشان ما في زول يقول لك لا لا الكلام ده جبتوه من راسكم، لا لا خشيت جوا والله يسألني يوم القيامة، والله في ناس القبر في موكيت زي ده، في نص الموكيت القبر، الناس بهناك بيصلوا على القبر، وفي ناس طايفين، وفي ناس قاعدين مبطحين، وفي ناس يتمسحوا، والمرأة كان خشيت القبر ما بتدي القبر ظهرها، بتجي راجعة كده بظهرها لحد ما تطلع برا، ده كله جوا قبر الا في السوق الشعبي هنا، الطريقة البرهانية عندهم عالم بيرفعوه بالريموت كنترول، عالم كبير والله فرض الصيوان بس، وبعد ما فيه أي حاجة، وعندهم دراويش ألمان ودرويشات ألمانيات، ويوم الحولية دي تلقى الجماعة هذول حاطين النبق حد جد، يقول لك هذول بنذكر في الله، ما في ذكر بالطريقة دي، هذول ده كله رقيص وفنون شعبية وحركات بهلوانية، لكن الذكر ده بخليك مطمئن، تذكر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، تقرأ قرآن تستغفر، ده الذكر اللي بنعرف، لكن ذكر بدلوك ده ذكر بدلوك ده. عشان كده نصيحة للأمة السودانية وللعالم الإسلامي عامة أن يكفر بهذه الطرق الصوفية، والله الذي لا إله غيره، هذه الطرق لا علاقة لها مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يغالطك يقول لك ها يعني طلعت انا برا الدين، يا اخي انا بسألك سؤال، الرسول طريقته شنو؟ الرسول كان طريقته شنو؟ كان سماني؟ الرسول كان تياني؟ الرسول كان ختمي؟ كان برهاني؟ طريقته شنو؟ الحنيفية السمحة. طيب انت اذا كان النبي طريقته الحنيفية السمحة، انتوا عاملينها برهانية ليه؟ وانت عارف البرهانية قالوا شنو؟ ولا عارف التيجانية قالوا شنو؟ التيجانية قالوا عندهم صلاة اسمها صلاة الفاتح لما أغلق بيتعادل القرآن 6000 مرة، وبيعادل أي تسبيحة وقعت في الكون، وبيتعادل عمل 70 نبي كلهم أدى الرسالة، ده كله في فضل صلاة الفاتح. والله ده كفر وإلحاد وزندقة ما قال بها أبو لهب، يعني ده كلامه أفضل من كلام ربنا 6000 مرة، ده في صلاة الفاتح. السمانية دي لك كمان خليهم ساي، والقادرية يا زول هوي هوي شغلة والله كثيرة مرة واحدة، القادرية بتاع القادرية قال شنو؟ قال أنا عرش بتاع الختمية عفوا، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، ده قال بنا السماء بتاع الختمية، وربنا يقول والسماء بنيناها بأيد وإنها لموسعون، ده قال بنيت السماء أنا، ده وده ملحد والله وده زنديق. ربنا قال إنه بنى السماء، ده قال أنا بنى، قال أنا للسماء بانيها، قال لولا الحياء من ربي، قال كما خجلان من ربنا، قال نار الجحيم يطفيها، وانت خليت فيها خجل. بتاع القادرية كمان قال ذراعي من في السماء من فوق السماوات كلها
ومن تحت بطن الحوت أمضت راحت. الكون ده كله قال لك ماسكه كده كأنه شنو كلها بتاعت برسيم. قال ذراعي من في من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمضت راحت، لحد ما قال وأعلم علم الله أحصي حروفه وإن قلت للشيء كن يكن. قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، لحد ما انتهى من الكفر ده كله. قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون حقيقتي. قال والله الكلام اللي قلته ده كله أنا والله كان ما قال يقول ما كان اتكلمته يا زلمة، دي زندقة وإلحاد. قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، يعني ادعى الألوهية. والله ده بتاع القادرية، والقادرية ده عندهم كم صنف. اللمين داك السافر هولندا بتاع الحين داك اللي بيحنن الدراويش بتاع انه وبتاع اي شيخ تشيكسن، وهناك بتاع الكباش للقادرية والمكاشف قادرية والصادقاب وغير فروع متعددة، ودي كلها الله ما أمرنا بها. عشان كده زول يحذر، شفت القرآن والسنة ده أمسك فيه قوي. أي زول قال لك عندنا طريق قل له كذا حق الرسول كان شنو قادرية، لا 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 الرسول ما كان مسلم، بس قل لنا المسلم ما بكفيني، بس بكفيك. لأنه ربنا قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، لا قال ختمية لا تجانية لا قادرية لا ركينية لا شاذلية لا تسعينية لا غير من الطرق الشيطانية الإبليسية، حنيفية سمح كتاب وسنة بس. زول إذا بقى كده والله بيعيش مرتاح، لا في زول بيديه أوراد ولا في بيديه زول أذكار ولا بخاف له من دلقان. بس تلقى الواحد الدرويش التابع للشيخ الطريقة ما بخالف الشيخ كله الشيخ كان قال له امشي اللبيض امشي اللبيض، جيب بياض جيب بياض، امشي الحواشات اشتغل في الحواشات. والكلام ده ما قلته انا، قاله عبد الرحيم الزريبة في كتابه اسمه رياض الجنة ونور الدجنة. قال استاذك يا فقير، قال عليك الله ركز معي شوية مع انه باطل لكن انت بس شنو ركز عشان تفهم عشان ما تقع في الباطل ده. قال استاذك يا فقير وكون عنده ذليل حقير، شيخك يعني تكون ذليل وحقير. ما شفت الواحد لما نيجي لابو الشيخ يقلع الطاقية والعمة وبوث ابويا الشيخ كيف حالك بركاتك ويتمسح وطاقته دي يقف فيها قدام ربنا في الصلاة، وعمته العشرة متر دي يقف فيها قدام ربنا، اول ما جاء الشيخ يقلع ابويا الشيخ كيف حالك يا زول، انت ما بتستحي ما بتخجل طاقتك تقف فيها قدام ربنا لما تجي لشيخك تقلعك؟ يقول لك ده من التواضع. طيب ما تتواضع لله عز وجل؟ قال كون عنده حقير ذليل، ذليل وحقير، وليه اتبع كالصغير. شيخك ده تمشي وراه زي الشافعات الماشي ورا ابوه لف يمين يمين، ابوه لف من حفره وبلف من الحفره، ابوه خش في الحفره وبخش في الحفره، وراه بس وراه وراه. قال وليه اتبع كالصغير، ما تميل ابدا لغير. ما تخلي يعني انت كان تجاني الصغ تجاني التك دي ما تفكها كله كله، ركاني ما تفكها كله كله، اخو مسلم ما تفكها كله كله، حزب تحرير ما تفكها كده. قال ما تميل ابدا لغير، يعني ما تميل من ابوك الشيخ لواحد ثاني. قال وكون له قريب وجار، تكون قريب من ابوك الشيخ وجاره، وله اخذ بدون ايجار. حتى شوف عدم المروه ده، يشغلك يوميا من الصباح الساعه 8 لحد الساعه 3 ظهر، الشمس دي فاق على راسك، ونهايه اليوم يقول لك المبروك ها الفاتحه معاك، تمشي ساي دكم هوا تمشي. قالوا له اخذ بدون ايجار، اوعاك تكاجر الشيخ، اوعاك من الكيجار ومعامله التجار. ده مش ده باطل، لكن الجاي ده ابطل منه واسوأ منه. ترى كان ده كان سويت ده عدم مروه وعدم رجاله منك، لكن الجايه دي ده شرك بالله عز وجل. قال في كربك عنده بدغيثك جنده، كن ثابت عنده ما تضحك عنده. شوف الاستعباد ده كيف، عشان كده استعبدوا الناس واذلوا الناس وخدعوا الناس وفي النهايه بموتوا. ما ماتوا المكاشف يا ناس مش ميت، قبل يومين مين بتاع طابت مات بتاع طابت ده، الجماعه قالوا دول 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 الفراس للكون حراس، اللي بيرفع راسه ليه يواسو. ده شغال شنو انت تواسي ساكت؟ ده الدين اللي انا الذي يدعو اليه هؤلاء. عشان كده جروا فاتوا هناك، فاتوا امريكا، فاتوا لامريكا عشان يساعدون في نشر هذا الباطل وما بيقدروا. دعوه الله دي منصوره، والله نحن على يقين تام انه التوحيد منتصر، وانه التوحيد هو الباقي، وان هذه الدعوات
وأن هذه الطرق وأن هذه الأحزاب إلى زوال وإلى انعدام وإلى اضمحلال، وسيبقى دين الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ربنا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أبقى من الطائفة دي؟ والله تكون مرتاح، تكون مرتاح، ما بتخاف إلا من الله، ما بتتوكل إلا على الله، ما بتحلف إلا بالله، ما بتسجد ولا بتركع إلا لله. توحيد ربنا يملأ قلبك، ما تخشى إلا الله، عبد لله، تسير بأمر الله وتقف بأمر الله، لا تقدم على قول الله، لا قول الشيخ طريقة، لا رئيس حزب، لا رئيس جماعة، لا زعيم بتاع قبيلة، ولا كائنا ما كان من البشر. توحيد بيخليك راجل يا زول، راسك فوق. شرك يخليك زي المرأة، والله الذي لا إله إلا هو. الشرك يخلي الزول منكسر ومنزل لغير الله تبارك وتعالى، إن فات له قبر ساي يشكي ويبكي. عشان كده شوف الأنبياء ديال وجدوا ما وجدوا من الأذى في نشر هذا التوحيد، ونحن الليلة نصبر على هذا الأذى من هؤلاء. قالوا خمسية، قالوا وهابية، قالوا تزعينية، قالوا غيره، والله ده ما فهمنا كثير ولم نلتفت له، لكن دين الله ما يلعب به، دين الله ما يلعب به. لا أخو مسلم، لا صوفي، لا جماعة تبليغ البجاء فيها شارع بلال، لا برضو ده صوفية ما تقدر تلقى شيء هنا يديك الريحة يقول لك. وطبعا تعلينا هناك جامع بلال، تمشي جامع بلال يقول لك طبعا عندنا الخروج تخرج معانا 3 شهور و4 يوم، ما تخرج ولا بالنية، بالنية وطبعا يقول لك 4 شهور ما مستعد، شهر واحد ما مستعد، 3 يوم ما مستعد، بالنية مستعد منه ولا بالنية ما تطلع، ولا بالنية داري ورطك، داري ورطك. وصوفية مبايعين على 4 طرق: طريق النقشبندية، طريق السهرة وردية، الطريق القادرية، الطريق الجشتية. دي الشغل بتاع الجماعة دي. عشان كده كثير من الناس يغتروا بهؤلاء وهذه الدعوات. خليك مسلم حر، ما تتبع عليك لأي جماعة، والجماعة ذاتها قيسها بالكتاب والسنة. لقيتها موافقة للكتاب والسنة وخذ بها، مخالفة للكتاب والسنة ولد عايل ذاته اديها شلوت في صنقورة طوال. والله جد لمتين الدين يضيعوه والدين العويو، اللي زيرك شغال محمد المنتصر شغال وذاك بهناك شغال، تتكلم انت يحجروك ويشتموك، يقول لك ممنوع التحدث الا باذن اللجنه. والله جد يا اخي مره مشينا مسجد معانا اخونا خالد ده، والله بس ايات واحاديث ديل تجانيه يا زول، هوي ديل والله بيموتوا عدل في عقيدتهم دي، اقسم بالله ايات واحاديث الناس دي ما استحملوها يا زول. خلينا نصلي ولا ركعه قال لي ما تصلي، والله ولا ركعه ما تصلي. دفرونا وضاربونا ضرب مبالغ. ليه؟ وده حالته لسه ما كلمت لهم عن الطاغوت بتاعهم التجاني. لو كان اتكلمت في التجاني كان يحلك بس رب العالمين. دي العقاد يا ناس الموجوده في البلد دي. الشيكانيبه هناك والزريبه ورا واللي زي رقاب ومرحي ومشرك امبان، دي كلها معاقل بتاع الشرك. من الذي ينقذ هؤلاء الجهله الذين وقعوا في حبال هؤلاء؟ من؟ اذا سكت علماء السنه وعلماء التوحيد نحن غايتهم نسكت. والله جد ما بنسكت، والله شفت لو اخذت السيف فينا عشان نسكت من التوحيد ما بنسكت، لانه ربنا قال: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. ورساله للجماعه المخذلين في جماعات انصار سنه، حزب تحرير، غيره، عندهم قنوات في التلفزيون مفروض يتكلموا ويواجهوا الباطل ويحذروا من الشرك بأسمائهم، مع انهم الصوفيه بيشتموا السلفيين بأسمائهم، يشتموا ابن تيميه وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين والألباني وغيره، يشتموهم وما بدافعوا عنهم، بل الأتهى والأمر كرموهم وفاتوا لهم هناك، شالوا الفاتحه في الجيل يا ناس، شالوا الفاتحه في الجيل بتاع طابت. عشان كده بلغوا دين ربنا، الله بيرفعكم والله بينصركم، لكن تسكتوا وتتخاذلوا الله بيخذلكم زياده، لانه ربنا قال: ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل التوحيد ومن دعاة التوحيد
يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد ويبعثنا على التوحيد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير والسلام عليكم.